السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير وتمام الصحة والعافية. جيتكم اليوم بوصفة تقليدية من بلادي، الوصفة ديال كسكسو بالكرنب. يمكن ما عندوش سمية باللغة العربية هذا، المهم هذه هي الصورة ديالو اللي كنتو نتوما تعرفوه. تنسميوه في البلاد عندنا الكرنب، هنايا كيديروه في البلاد الحريرة، تيديروه الكسكسو تيخضروا يعني تيكون كتير. فقط أنا اليوم غير بغيت نوريكم من التقاليد ديال بلادي، ما كيبغوش ليا الوليدات، يعني درت غير شويه فقط. هنا راه كيجي بنين هذا الكرنب، هذا تيديروه في الحريره ديال الدره، تيديروا كذلك في الكسكسو ديال الدره ولا بداز، كيديروه في كسكسو السميده ولا الطعام. شوفوا معايا هنا، صورت لكم من الجريده، خديتو معكم هكا. وغنشوفوا دابا المقادير. غادي نحتاجوا الزيت، هنا عندي حبه ديال البصله متوسطه مشلضه، عندي حبه ديال الطماطم محكوكه، هنا عندي القران، يمكن هذه سميه ديالو بالعربيه، هادو تيقولون في بلادي قران. خديتهم رطبتهم هنا في الماء سخون. وهنا عندي السميده تقريبا 6 كيلو، هنا عندي الكرداس، الخضيره ديالنا هنا خيزو، اللفت، كرعه حمراء وفلفله. هذا هو الكرنب ديالي، انا خديته هنا قطعته. كيف كنقول لكم، يعني راه غير كميه قليله، راه في البلاد تبارك الله راه كنديروا كميه كبيره. وانا طريه خديت شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكنجبير وشويه ديال الابزار. الملح هنا ما غاديش نديرو لان عندي الكرداس ديجا مالح. كناخذ البرمه هكا كندير فيها الزيت، كنحاول نقلي شويه هذاك الكرداس مع شويه. غير كنضيف هنايا شويه ديال البصله، كيف قلت لكم عندي الكرداس مالح، هنا راه كناخذو كنرطبو في الصباح قبل، يعني تنرطبو في المطايب، وكنخلي تقريبا ساعة باش يتنقص منه شوية الملحة. هنا كنضيف العطرية، نضيف هنا كذلك الطماطم. هنا المطيشة كي اللي كيديرها دابا، كي اللي كيضيفها تالتالي، أنا كل مرة وكيفاش، مرة كنضيفها دابا مرة كنضيفها حتى التالي، يعني حتى كنضيف القرعة. وهنا غادي نخلي هاد المقادير يتشحروا واحد شوية ويتشربوا مع بعضياتهم، باش غادي نضيف الماء. الماء هنا عندي الماء طايب، يعني الماء غليان. وهنا غادي نبدا بالاضافه ديال الخضره، انا كنضيف خيزو واللفت، نتوما والخضره اللي بغيتو ديرو. كاين اللي كيدير المكور السلاوي، يعني الخضر كلشي متنوع، وكذلك الكورجيت في البلاد عندنا، يعني راه كيخضروا تقريبا بهاد الكرنب فقط وهاد القران، وكيديروا الجزر، يعني حبات قلال ديال الخيزو وشويه ديال القرعه حمراء، اللفت كيديروا منها غير شويه كذلك، يعني الخضره كتجي قليله وكيجي يعني الكرنب هو غالب. هنا انا ما كيبغيوش لي الوليدات، يعني درت غير شويه ديال الكرنب، غير هكا شويه، ودرت الخضر كترسها صافي. هنا كنضيفو ديك الربيطه ديال المعدنوس، وهنا غناخذ معكم السميده، هنا كتاخذوا السميده على حسب الافراد الاسره ديالكم، كتنقيوها ما يكون فيها حتى شي حاجه، وكتضيفوا لها شويه ديال الماء. هنا كاين اللي كيدير شويه ديال الزيت، كيبسها في الاول بشويه ديال الزيت، انا كندير الماء ديريكت، كنحاول ندير واحد شويه ديال الماء، قيس نص كاس ديال الماء، وكنبدا نبسها بحال ما هكا، وكنردها باش تفور. يعني السميده راه يعني كتبغي شويه ديال الطياب، كتشد شويه الوقت في الطياب، ماشي بحال الطعام، ماشي بحال الكسكسو. يعني كنحاول مزيان يعني باش نحلها، ما يعني باش ما تكورش ليا السميده، لان السميده يعني الا خدمتيها في الاول مزيان في اول تفويره راه كتصدق معاك، خدمتيها يعني في لما خدمتيهاش مزيان، من احسن تستعمل الغربال، لان يعني الغربال ديال القمح، وتغربلو فيها، يعني باش تاكدوا بلي ما عندكم حتى شي حبيبات، يعني داك باش ما تاكدوا بان السميده ديالكم يعني ما مكركباش، لان يعني مابقاتش غادي تعاود تحل لكم من بعد. المهم هنايا فقط غير نصائح للبنات، يعني اللي ما كيعرفوش يطيبوا السميده، اما يعني راه تبارك الله العيالات، كل وحده الطريقه ديالها في الطياب ديالها، كل وحده تبارك الله وكتفنن. انا فقط هنا هذا الفيديو للبنات مثلا اللي ما كيعرفوش يطيبوا، يعني اللي يلاه كيتعلموا.
هنا غادي ناخده، غادي نردو فوق البرمة وغادي نخليه تقريبا قيس نص ساعة يمكن، مهم حتى كيبدا كيفور. وكنعاودو نقلبوه في هكا، تنعاودو نقلبوه في القصرية باش غادي نعاودو يعني نديرو له الماء، يعني هو راه تيبغي الماء، السميدة كتبغي الماء بزاف. هنا ملي كنجيو نعاودو السميدة، يعني راه كيف قلت لكم السميدة كتبغي الماء، تقريبا هنا غنضيف عليها غرف ديال الماء بالتدريج في قياس 2 كيسان ديال العنبة. يعني حنا كنضيفو الماء وبشوية بشوية وكنشوفو يعني اللي يكون المعود كتير، الا كان ما كتير غادي يجينا السميدة ديالنا معجنة، ولا كان المعود قليل غتبقى لنا فحال الرملة، يعني ضروري خاصنا نوازنو. هنا الا جاتكم سخونة كتاخدو هكا شي مغرفة ديال الخشب. ديما كتحاولوا تفكوا هذيك السميده بالماء وكتخليوها بحال ما هكا، مره مره تخليوها هكا تنشروها في قصريه، خليوها تشرب. يعني حاولت يعني داك كاع اللقطات نخليهم طالبا نزولا عن الطلب ديال شي بنات، خلاو لي مساج في الانستغرام قالوا لي بغاو طريقه ديال الطبخ ديال السميده. على هذا ما غاديش يعني ما قطعتش لكم اللقطات، يعني السميده ديالنا ما خصهاش تكون هكا بحال الرمله، خصها تكون تتبان لينا راه شويه شاده الماء صافي. وكنحطوها كنردوها للكسكاس، كنردوها تعاود تفور التفويره الثانيه، يعني ولا هذه هي اللي كتحسب التفويره الاولى، باقي غادي نزيدو لها 2 تفويرات. نحاول نفكها هكا صافي وكنردها كتفور. يعني هنا ضروري نقفلو البرمه ديالنا، هنا ما صورش لكم البرمه شي نص ساعه، المهم كيبان لينا الكسكسو ديالنا كيفور. كناخدو كنعاودو نقلبو في القصريه، انا حاول نفكك عاوتاني هذيك السميده بالماء، تقريبا كذلك غراف ديال الماء. يعني ما نقولش لكم غراف وتجيو تخويو يعني في مره واحده، كتخويو هكا بشويه بشويه بالتدريج وانتم كتشوفوا عينيكم ميزانكم. يعني راه كتكون السميدة هنا سخونة، أنا كنخدمها هكا كنحيدها من البوطة بيه فيه كنخدمها ونردها، ما كنفضل نخدمها سخونة ولا نخليها تبرد. إذا جاتكم سخونة بحال ما هكا ديرو شي مغرفة ديال الخشب حاولوا تخدموا بيها فقطي باش تبردوها شوية ومن بعد كملوا بيديكم. يعني البنة ديال الكسكسو راه هي اليدين. كنضيف الماء وكنشوف هذوك اللي الا كانت عندي سميده هكا معجنه كنحاول نفكها بين يديا. كاين اللي هنا في هاد يعني في هاد التفويره هذه كيضيف الزيت، انا الزيت يعني عفوا والملح كنضيفهم حتى التالي، يعني حتى التفويره الاخرى. يعني هنا راه كيف كتشوفوا راه السميده سخونه، كنحاول نخدم شويه بشويه، نتوما كتهزوا يعني من التحت. هانتوما شوفوا معايا هذه الطريقه باش نفوق ان الماء يعني راه كافيها باش كناخدو السميده ديالنا وكنجمعوها في يدينا وكتبقى مجموعه. هنا كنعرفوا بان السميده بارك عليها من الماء، يعني الا جمعناها هكا سميده بحال جمعنا كره و يعني وتفرتت لينا في البلاصه، نعرفوا بان باقي خاصها شويه ديال الماء. كنتمنى الفيديو انه يكون واضح لكم. وكنعاودو نردوها هنا تعاود تفور التفويره الثانيه. هنا في التفويره الثالثه كنضيف الخضره، انتما معايا البريمه. هنا غادي نضيف الكراعه وغادي نضيف الفلفله حاره، انتما هنايا لو كانوا الوليدات اولا العائله ديالكم ما كيبغيوش الفلفله حاره وخفتوا انها تبقس ليكم اولا، ديروها سبقوها في الكسكاس، ديروها في الكسكاس قبل ما الكسكسو، يعني حطوها عاد حطوا عليها كسكسو
وهنا شوفوا معايا انا كنضيف الزيت، هنا زيت الزيتون، وكنضيف الملح يعني على حسب الكميه اللي درتو، وكذلك على حسب الناس ديال الاسره ديالكم واش كيبغيو بزاف المالح ولا لا. ممكن نضيفوا الزيت هي الاولى والملح، عاد كنبداو نضيفوا الماء. تقريبا هنا ما كنكملش الغرف كامل، كنبدا نضيف شويه شويه. هنا كيكون خاصه غير شويه ديال الماء، يعني السميده في الطياب ديالها في الاول اللي كتحتاج الماء، يعني في التالي ما كتبقاش تحتاج بزاف ديال الماء. كنتظر هنايا كيتسمع الصداع ديال الشارع، حاولت نسد الباب باش ما يتسمعش الصداع في الفيديو. يعني هنا كنكملوا بنفس الطريقه وكنبقاو نخدموها بشويه بشويه، ومره مره كننشرها هكا في قصريه فقط تشرب شويه. ما تكتروش ليها الماء في هاد المرحله هذه، لان الا كثرتوا الماء غادي تعجن لكم وتجيكم السميده عجينه، يعني ما كتبقاش يعني تجي زوينه الا تعجنات لكم السميده. دائما مع الخدمه خاصكم ضروري تخدموها. هنا ملي كنضيفوا الزيت فيما كانت شي حبيبات، يعني كنحاولوا نفكوهم، كانت شي سميده هكا معجنه كنحاولوا نفكوها. كيف كتشوفوا يعني راه عندي السميده راه مفككه، يعني راه ما معجناش. كنخدموها قيس 5 ديال الدقيقه هكا، ضروري كنخدموها. هذا هو السر ديال السميده ديالنا، باش انها تجينا بنينه وتجينا زوينه. انا راه كنضيفوا الماء ديما شويه بشويه، وانا كنخدم ما كنضيفوش دفعه واحده، لان ضفنا دفعه واحده فقط الطعم اللي كنديروا ليه، هذيك القضيه ديال ان كنضيفوا دفعه واحده. شوفوا معايا هنا كنحاول يعني نجمع هذيك العجينه، او عفوا نجمع هذيك الكره ديال الكسكسو. كنعاود نخدم وكنخليها تزيد تشرب، يعني ما تعاود ضروري خاصكم تشربوها شويه، تخليوها تشرب. صافي هنا شربات لي السميده، غادي نعاود نردها يعني باش هنا تفور تفويره الاخرى. هنا يعني يمكن لكم اللي بغى يضيف الضامه ديال البنه يضيفها في البرمه، كيف ما يمكن لكم تستغناو عليها. انا ما كنضيفهاش، كذلك اللي عندها السمن وبغى تضيف السمن، ما كيبغوش الافراد الاسره ما كنديروش. صافي كنردوها كتفور حتى كتفور وكنقدموه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا ديال البلاد. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنقدموها بطبيعه الحال مع اللبن، وبالصحه والراحه وفرجه ممتعه.